اتيكيت اعياد ميلاد الاطفال، خصوصا انه بلشت السنه الدراسيه وكثروا البيرث دايز على الامات، كيفيه التصرف السليم ان كانوا لح بيحضروا هالبيرث داي او لا. مع نادين ظاهر، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير رعية. نادين عن جد يعني صبتي محل كثير دقيق بحياه كل سيده عندها اولاد صغار، عم نحكي اولاد صغار يمكن تحت ال 12 او 13 سنه، وين هن مجبورين يكونوا معهم كل الوقت. صحيح، يعني في عنا الاطفال يلي هو تحت الست سنين، في عنا الاولاد يلي هن بين الستة وال 12 سنه، بعدين مراهقين كمان بحق لهم يعملوا اعياد ميلاد. والكبار ما بحق لهم؟ اكيد، هدوليك شرعا. فلا اليوم بس رح نحكي نحن على الاطفال والاولاد، شو لازم نعمل، شو الاشياء اللي لازم ننتبه لها. ولكن انا بحب هون انوه انه نحن دائما انا وقت اللي بحكي بحكي من منطلق اتيكيت، يعني ممكن يكون في عندنا اراء اخرى في التعلم، اراء اخرى بالبسيكولوجي، ولكن نحن باطار الاتيكيت شو الاشياء اللي لازم ننتبه لها، شو الاشياء اللي لازم نعملها واللي مش لازم نعملها، كيفيه التصرف الاجتماعي. صحيح. اليوم شو نحن نتمنى لاولادنا؟ نتمنى انه شو بنحب نعلمهم، شو بنحب نعطيهم، اي قيم. برجع بقول انه بحب دائما عيدهم هن الاحترام، هو الشعور بالاخر والصدق في التعاطي مع الاخرين. من هيدول الثلاثه ليش دائما بكررهم؟ لانه الناس وقت اللي بتفكر انه نحن انا بالاتيكيت وقت اللي بحكي انه ليش مدام داهر عم تقول هيك اشياء، من وين اجوا؟ كقواعد ثابته هن هدول الثلاثه، ومنها بنبلش نحن ناخذ كل القواعد الأخرى يلي فينا نكسرها. بتعرفي نحن قلنا في قواعد ذهبية، في قواعد فضية، وفي قواعد نقدر أنه نحن نتخلى عنها، ولكن يجب أنه نعرفها. وقت اللي نعلم العالم على هالطريقة، طريقة التفكير، بيصير الأشياء اللي نحن منقولها إلى معنى وإلى يعني بيفهموا ليش أو من وين جاي، مش أنه فقط منطبق وبس، فقط منطبق أو فقط هي قواعد ما بعرف من وين إجت. لا، إذا نحن الأولاد لازم نعلمهم على الاحترام. احترام الذات هو كتير مهم. بشو ببلش؟ بالأناقة وبالنظافة. فإذا هيدي كمان لازم الهندام تبع الولد يكون أنيق ونظيف لحتى يروح على المدرسة أو ليروح على عيد الميلاد أو في أي مكان، ولكن بشكل خاص هون منحب نأكد على هيدي الأمور. احترام الآخر واحترام الكلام اللي بيصدر عنا. فإذا كيف منعزم الأطفال؟ هيدي كمان كتير مهم، أنه أنا اللي بيقول اللي بيصدر عني حتى كولد أنا مسؤول عنه. من هيك لازم أعرف أعزم أصحابي، كيف بعزمهم؟ هل الأم فقط هي بتعمل جروب وبتعزم الأطفال أو بتعزم الأميات؟ طب شو عملنا؟ شو بيكون نحن فرحنا يعني ولدنا. فرحنا ولد أو شو خليناه يشارك؟ الولد لازم هو نجيب له أشياء هو يكتب، أو على الأقل إذا ما كتب، يعني إذا ما كتب كل الانفيتاسيون يكتب اسم الطفل هيك، يعني إذا طبعا بوقت نحن عم نقول لست سنين بيقدر يكتب أحرف، بيقدر يكتب يلون، يعمل أي شيء على الكروتة وهو يوزعهم على الأطفال من بعد ما يأخذ إذن من المعلمة. كمان هيدي أمور بتعلمه على أنه يصير كائن اجتماعي، أنه يعرف أنه هو بيقدر يعزم، بيقدر ينقل له لا، بيقدر ينقل له إيه، في ناس رح تجي، في ناس مش رح تجي. كل هيدي الأمور هي اللي بتهمنا، لا قديش دفعنا على عيد الميلاد، ولا شو الاشياء اللي جبناها، ولا شو الانترتينمنت. في كثير امور نحن عم تغفل عنا في سياق الاشياء اللي نحن عم نعملها. هيدي اول شغله. فاذا العزيمه كيف بنعزم؟ طبعا مرافق لهذه العزيمه يجب ان يكون في عزيمه، او على الاقل تحرص الام على انه هي تعزم الاهل بشكل مختلف. هلا طبعا بنقدر يكون عندنا على الواتساب الجروب تبع المدرسه. هلا بتساليني سؤال، تفضلي. جروب الواتساب. نعم. الشخص اللي بيعتذر عن الحضور. نعم. اشخاص بيكونوا مسافرين مش قادرين ابدا، او عندهم ظرف معين مش قادرين يحضروا العيد الميلاد ولا اولادهم يكونوا موجودين. شو اللي لايق اكثر، انه السيده اللي تعتذر
هي تظهر من الجروب او السيده اللي عازمه تقول يمكن ما بدي ازعجك بالنوتيفيكيشنز وتشيلها من الجروب. السيده يلي هي اعتذرت مجرد ما هي تعتذر لانه هيك اهين، مجرد ما هي تعتذر بتعتذر وشي ليفز ذا جروب، بتطلع من الجروب. فاذا هيدي طبيعيه لانه اللي عامل لها اد هو ما بيقدر يشيلها. فاذا اليوم انا وقتها اللي اعتذرت دغري بطلع من الجروب، واذا ما طلعت من الجروب نتركها لانه ممكن كثير هي تكون حابه انه تشوف شو عم بيصير، يمكن حتى حابه تشوف الصور. فاذا هي ما طلعت معناتها هي حابه انها تضلها موجوده وبتتحمل النوتيفيكيشنز، بتتحمل الاي واللا تبع كل الناس. بس ما في اي خطا اذا هي ظهرت من الجروب؟ اكيد ما في خطا مجرد ما هي اعتذرت، ولكن غلط انه هي تطلع من الجروب بدون ما تكون اعطت اي تفسير لهذا الموضوع. فاذا هون بنبعث النوتيفيكيشن، بنقول انه نحن عازمين فلان الفلاني. هلا هون السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ممكن نستثني ولد من العزيمة؟ هيدي شغلة. إذا عم نحكي كصف كامل، كصف كامل مثلاً؟ إيه؟ يعني إذا كصف كامل طبعاً هو هيدي الفكرة دايماً. في أمرار أولاد بيقولوا أنا مثلاً ما بدي أعزم هيدا الولد. هيدي كتير بتصير، وهون بيوقع المشكلة. هل ممكن نحن نجاري ابننا أو ولدنا بشكل أنه نحن نخلي نستقصي ولد من الاولاد؟ خليني اقول انه الجواب بديهي، يعني هو اكيد لا. مزبوط. ونحن اللي علينا اليوم انه نخلي الولد يكون عنده هالاندماج ويخلي انه الكل يتقربوا منه، يعني هيك مارجيناليزاسيون. بالضبط، يعني لانه هيدا ممكن كمان حتى يكون فيه تنمير. يعني انت اليوم وقت اللي بتعزمي كل الصف ولد واحد، هيدي كثير بتاذي، مؤذيه، والاهل مش لازم يكونوا طرف بهذا الموضوع. بالعكس لازم نقول له نحن رح نعزم كل الناس حبيبي، واللي بده يجي اهلا وسهلا. ويمكن ببعض الاحيان الولد يغير رايه من بعد البيرث داي لما بينبسطوا وبيلعبوا سوا وبيشوفوا بعض برات كادر المدرسه. صحيح. ونحن اذا كنا عارفين انه هيدا الشخص هو عم بيعمل بولي لابننا او انه عم يعمل تنمير، كمان هيدا الوقت المناسب لحتى نحن نحكي معه ونحكي مع الاهل ونشوف قديش الموضوع حقيقي، قديش الموضوع هو صحيح. فاذا ما بنستثني حدا من الا اذا كان الولد عامل هو هيك السلكشن، الخيارات تبع اصحابه يلي هن منهم كلهم بنفس الصف. في ساعتها هون بيعزم خارج الاطار المدرسي وبيعزم الأهل بيعرفوا بعضهم، بيعزموا 5 6 7، ولكن وقتا بيكون الصف كله معزوم ويستثنى واحد أو اثنين فهيدا الشيء نحن مش لازم نشجع الولد عليه. الكارت الورق اليوم ضرورة كتير مهم، كتير هون مهم، لأنه هيدا رح يضل معه كل عمره. يعني هيدي الطريقة السليمة للعزيمة، حتى لو إجا يمكن من هون لعشر سنين 20 سنة رح نضلنا بهذا الإطار، نعتبر أنه الكارت الورقي هو الأكثر رسمية. وهون هيدي نوع من الأنواع يلي منعلم فيها الولد كمان كيف بيكون هيدا الموضوع. هلأ كمان اختيار الهدية، هل نحن نختار الهدية والولد ما بيعرف شو اختار لصاحبه؟ هل شو بتصير نادين؟ بالضبط. والهدية الأهم والسؤال الأهم، هل بيتم فتح الهدايا بقلب العيد الميلاد؟ خليني أقول الأنسب والأسلم، وزيدي لي سؤال عليهم هيك قبل ما يخلص وقتنا، هل سيدات الأمهات ضروري يكونوا ابتداء من أي عمر بيقدروا يتركوا الولد ويفهموا؟ صحيح. هيدا بيرجع للعزيمة، للسيدة يلي هي عازمة، إذا هي حاسة أنه هي قادرة تجمع كل الأطفال وتهتم فيهم وعندها القدرة الكاملة لحتى هي يكون مع هدول الأولاد ومجهزة حالها، هي بتقدر تكون نريد أطفالكم فقط. يعني هي أو لأنه فيها تقول يمكن أنه الأمات تتركوا إذا بتحب الأهل، لأنه هون عم بيصير في كمان شوي يعني نوع من الحياة، أنه اليوم وقتها بيكون عندك 30 طفل وعندك 60 بي وأم، هيدي بطلت عزيمة عيد ميلاد صغيرة، هيدي صرنا يعني تقريباً عم تحكي على 50 70 شخص أو 100 شخص، ما بعرف أمرار هالقد بيطلعوا كتار. وبلس العاملات. نعم. هيدي قصة تانية، بس خليني شوي شوي أحكي فيهم. الهدية يجب على الطفل يكون هو جزء منا، ناخذ الولد لأنه نحن مش هيدي منا واجبات، هيدا لازم يكون يعني فرحة، فرحة لإله، فرحة للعطاء، فرحة لأنه يختار شيء حلو. بلس
لازم يكتب اسمه على الهدية، يكتب اسمه كاملا. لو سمحتوا لقلكن ليش؟ لأنه أنا من الأشخاص اللي بقول فتح الهدية هو لأولاد الصغار، بس أنا وقت بيكون عندي أولاد نقول 30 شخص وعم بيلعبوا وعندنا 3 ساعات لحتينا يلعبوا فيها، مش معقول يقضي الولد نص ساعة منهم عم بيفتح هدية والآخرين عم بيتفرجوا ما عندهم أي كونكشن مع هذا الموضوع. فاليوم شو بنعمل؟ بنخبي الهدية والولد على مدة أسبوع كل يوم بيفتح عدد معين من الهدية، مع أنه ينقل له هيدي الهدية من مين، يكتب على ورقة أو نحن نكتب له على ورقة شو إجي. وعلى فكرة الأولاد بيتذكروا أكثر من الكبار، يعني بيضل على سنة وسنتين يقول آه هيدا الغرض جاب لي سنين. وقت اللي بيفتحهم كلهم فرد مرة ما بقى شاف شيء، ما أخذ عطى كل هدية حقها، وهو براسه ما تذكر مين جاب له شو مكان. فإذا هيدا بنقسمهم على مراحل. بالضبط، بنقسمهم على مراحل وبنقول له للولد إنه هيدا الاسم وهي الاسم. هلا الأهل إذا كان نحن منقول الأطفال يعني ما تحت 6 سنين أو 7 سنين، وقت يكون الولد منه قادر هو فعلا يكون لوحده، ممكن أن يكون في شخص كبير معه ويستحسن الأم أو البي مش العاملة، إلا لطوارئ يعني كتير 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 خارجة عن، يعني إذا البي منه موجود وإذا كان الأم منها قادرة أبدا يعني عاملة ما بتقدر وما بدها تمنع ابنها أنه يكون موجود، فممكن أنه تبعت عاملة، في يكون خالي، في يكون حدا تاني، أي شخص من العائلة، يعني أي شخص من العائلة. أنا بفضل أنه هذا الشيء يكون موجود، وإن شاء الله تضل الأعياد عامرة. شكرا لك نادين، دايما نصايحك كمان عامرة. أهلا وسهلا فيك، بريك ومنرجع.